من يكرهك شوخه عندي دوفلك تحت اخر شوخه انا حنا نحشو بعشره لازم نطرح لي اذا يعني ما تشوفوني في المناسبه ديما بالكسكس كسكس ديالك اليوم قلت اني ندير شوخه عندي زمان ما جبتهاش وتقريبا العام اللي فات يعني ما ولفتش انا في الحين معكم كيما كنشوف البصله تاعي هي افضل وبزار وجريوات الشوخه الحم يعني تجيبوا طرف تحبوا هذه الجبنه بالحم العادي وتجيبوا زيت يعني وكاع كيما كنشوفوا هي حاجه من النسخه تاعي وقطعها وتبعوني للاخير
المهم كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي تاع الطاولة تاعنا اللي عشاء عاشوراء. عاشوراء مبارك علينا وعليكم، ان شاء الله يا ربي تنعاد علينا بالخير والبركة. هذا هو الطبق النهائي تاع التخشوخة تاعنا. بالنسبة يعني للفواكه، كاين العنب الاسود والعنب الاصفر، وكاين تاني الكرموس اللي هو التين الشوكي اللي نحيتهم يعني من البحيرة، وجدت لكم هذا الفيديو الرائع جدا. لو كان نروحوا نتعشاو بالصحة ولهنا، واللي تشهيتوا في الجنة، وترقبوني في العديد من الفيديوهات اللي راهي قيد انتظار المونتاج وفقط. يعني تسناكم واحد الفيديوهات رائعة جدا، يعني حتى وإذا دخل علي شهر سبتمبر ومازال ما حطيته لكمش، يعني اعذروني وفقط، لانه شهر هذا اوت والله لا استغليته لنفسي ولعائلتي يعني الاشياء الخاصه، لانه مش كل شيء رانا نصوره لكم. وهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتعشى براحتي وتجي كاع العائله هكذا باش تعشى. نشكركم بزاف بزاف على حسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء. نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. الى اللقاء.